نروح لمنتخبنا الوطني. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري استقر على مجموعة من اللعيبة عشان تدخل إن شاء الله قائمة المنتخب، ودي قائمة مبدئية عشان يدخلوا إن شاء الله في معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر اللي جاي بعد انتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وده طبعا لحين إعلان القائمة النهائية اللي هتمثل الفراعنة في مباراتي توجو ذهابا وإيابا، ماتشين اللي هتلعبوا يوم 14 و17 نوفمبر اللي جاي ضمن منافسات الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات اللي بتاهل طبعا ان شاء الله تاهل منتخبنا الوطني لكاس افريقيا في الكاميرون. ينتظر طبعا الجهاز الفني انتهاء ارتباط الاهلي والزمالك زي ما حضراتكم عارفين ببطوله دوري ابطال افريقيا للتاكد من سلامه كل العناصر المرشحه من صفوف الناديين والاعلان عن القائمه المختاره طبعا بشكل رسمي للدخول في المعسكر المغلق اللي هيبدا يوم 9 نوفمبر بمشاركه خماسي اللاعبين المحترفين. القائمه دي بتضم الحارسين مهدي سليمان من بيراميدز، محمد بسام من طلائع الجيش، عبد الله السعيد وعلي جبر واحمد ايمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي من بيراميدز، محمد شريف امبي وحسام حسن واحمد ابو الفتوح سموحه وطاهر محمد طاهر من المقاولين العرب أكرم توفيق من الجونه. وقريب نقول طاهر من الاهلي طبعا الأهلي. طاهر خلاص طاهر يعتبر خلاص من الاهلي لانه موسم مع المقاولين يعتبر انتهى. أنا فان شاء الله مستقبل كبير جدا يا احمد اللاعب ده واحد من اهم نجوم الكره المصريه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، مطلوب منه يركز الاهلي بالنسبه له بدايه مشوار جديد، واعتقد انه لعيب بامكانيات طاهر مع نادي بحجم النادي الاهلي ان شاء الله ديو يقدم للكره المصريه والكره الافريقيه والعربيه واحد من اهم نجوم الكره في السنوات القادمة إن شاء الله مع نجوم الأهلي طبعا.